مساء الخير على كل متابعينا الأعزاء وين ما كنتم بتتابعونا داخل وخارج السودان. حلقة متجددة ومميزة مع نجمة أيضا مختلفة، رحلة حنستصحبكم فيها عبر لقاء خاص ونجمة صدى حصيتها في السودان بعد رحلات كثيرة وعراك وخلافات وهدوء سبقته العاصفة، ولكن قررت أن تكون أيضا في ضفة هادئة جدا في رحلتها الليلة. حتكون معنا إنسانة جميلة جدا أطلت علينا مؤخرا بإطلالة مميزة، مرافقة لأحزان شعبها وكمان مقوية ومشجعة عليهم، ممثلة لنا في كل بلد بتكون فيه. نانسي عجاج بتكون دائما متميزة. مساء الخير عليك نانسي. مساء الخير عليك أروى، شكرا على المقدمة اللطيفة دي. شكرا، تستاهلي أكثر من كده. ومشاهد مساء الخير على مشاهدينا وكل الناس اللي بتابعونا عبر شاشة سودانية 24. نحن قررنا نكتفي بالهدوء بما أنه مرينا بعراكات حتى على مستوى البلد كثيرة، وبما أنه نحن في أيام برضو بتحوي التغيير والأمل إن شاء الله. نانسي الصغيرة، نانسي اللي تولدت في بلدها، وبرغم ذلك كحال كثير من الناس اللي اغتربت قرر والدها أنه يستصحب الأسرة إلى بلدة أخرى إلى الغربة. خلينا نتكلم عن الغربة والسفر. أول سفر لنانسي وهي طالعة في الطيارة ماشية على المطار بتبعد عن بلدها. طيب، هي أول كان في رحلات طبعا وأنا صغيرة مع أسرتي لمناطق قريبة، يعني كانت دائما بتكون رحلات صغيرة. وين بالضبط؟ ليبيا، الإمارات كده، يعني القاهرة. فكنا بنمشي الحتات دي، وما في ذاكرتي ما كان في حاجة مميزة. لكن الرحلة دي لهولندا هي مش كانت مميزة، بس هي ممكن نقول ألقب بظلالة على كل حياتي، كل طريقة تفكيري وحتى شوفي للحاجات، يعني لأنه بتذكر يعني اللحظات اللي أنا يعني هي قصاصات كده. بتذكر لما كنت هنا ده في السودان قبل ما أطلع، ما واعية كنت بكل شيء، يعني السن ذاته والتجربة. كيف كان كم كان عمرك لما طلعنا؟ كان عمري 19 سنة. لكن يمكن يكون تجربتي الحياتية الصغيرة لسه، يعني مشاهداتي التقاطي للحاجات كان لسه على قدر عمري، يعني فكنت حاسة ان انا مبسوطة هنا جدا في السودان. لكن في السنين الأخيرة قبل السفر، اللي احنا سافرنا في 99، فبديت أشعر بالحاصل حواليني. الحاصل اللي خلى والدي في المقام الأول إنه يهاجر، لأنه والدي واحدة من الحاجات اللي كان فخور بها طول عمره، إنه برغم الفرص والإغراءات اللي جاته في وقته هو لسه ذاته في شبابه، إنه هو ما طلع من السودان، فكان دائما متمسك بالبلد وفخور بالحاجة دي يعني. فكنت ملاحظة، كنت حاسة بكل التغييرات اللي حصلت، بشوفها في وشوش الناس، بشوفها في حكيهم عن هموم، بشوفها في كل في الحياة اليومية يعني. وأنه الحياة تغيرت يعني الآخر 10 سنين، لحد ما نحن من 89 لحد 99، يعني أي فرق شاسع، فرق شاسع يعني. فمشيت من هنا بصراحة زهيانة، قافلة معك شديد. أي يعني لدرجة إنه أنا هقول الكلام. قولي. إحنا جايين هنا نتونس وجايين في جزيرة الهدوء. لدرجة إنه آخر عبارة أنا قلتها وأنا ماشية على الشاطئ، الباص اللي بيوديك من الصالة بتاعت المغادرين لحد الطيارة، آخر عبارة قلتها لنفسي بصوت مسموع إنه قولي، لأنه أنا حصل لي حاجات زي دي كنت. إنه أنا تاني كان شفتوني خطيت رجلي في البلد دي، تاني أضحكوا علي. نضحك عليك هسه ولا كيف؟ أنا أول جد ضحكت على روحي. يا سلام. فكنت غضبانة، كنت حاسة بإنه
الواحد ما هيلقى نفسه هنا. وكنت متفائلة كده وفريق فرحانة بأنه هتطلعي وهتشوفي الدنيا وهتعبري عن حاجاتك برا وأواصل دراستي وحاجات كثيرة يعني. فبالنسبة لي كانت بداية جديدة. أوكي. ده اللي أنا كنت حاسة به وأنا هنا. وهي فعلا كانت بداية جديدة. ده لما كانت الهجرة مش السفر لليبيا؟ لا السفر لليبيا ده أنا صغيرة شديد يعني في بداية التسعينات. أنا كان عمري بداية 12 يعني 12 سنة. أوكي. فهي دي كلها رحلة عبارة عن مغامرة يعني. ما خلت جوايا الانطباعات اللي خلت الرحلة بتاعت هولندا, لأن أنا كنت في سن أكبر وواعية بالحاجات بشكل مختلف يعني. فدي الطلعة يعني, برغم أنه أنا كنت مبسوطة جداً هنا أن إحنا قاعدين في السودان, وما أصلاً ما كان في فكرة بتاعت أن إحنا نمشي نهاجر, لكن بس في الفترات الأخيرة كانت الحاجات ما ظريفة يعني. بس للوالد يعني الحاجة دي حصلت مثلاً بعض الأشياء, بعض الضغوطات على الوالد أسقطت الموضوع ده, أسقطت بظلها على الأسرة كلها طبعاً. أثرت عليكم كلكم فأنتوا تأثرتوا. مش على الوالد, على الوالد وعلى المجتمع والمحيط الحوالي, لأن الناس بتشتكي من الحياة ومن ظروفها. أيوة. من التغييرات. أيوة. اللي حصلت, من الحاجات الجديدة اللي هم ما قادرين يستوعبوها. وعلى الوالد وفي شكل حياتنا وفي شكل يعني أي حاجة, حتى في شكل لبسنا ذاته. فالحاجات دي بشعر بها يعني, بشعر بها. فكنت ماشية ومفاهمة إن أنا تاني ما حرجع تاني أبدا نهائي. لحظة الوصول كيف؟ وين هناك؟ كنت مبسوطة لما شفت عينك برقت ذكرتي. شوفي أنا هولندا بحبها يعني, بعتبرها بلدي التاني لأنه عشت فيها لحظات جميلة وحاجات كثيرة في شخصيتي وفي وعيي تفتحت هناك يعني. فعندي فيها ذاكرة جميلة. فلكن شنو ده ما يمنع انه انا اقول لك التجربة دي كلها زي ما هي حصلت. أيوة. كنت مبسوطة, كنت مندهشة, كنت مستشرفة العالم كده يعني. دايرة كده يعني. 200 حسيتي بصوتك, 200 حسيتي انه الناس بتستسيغ صوت نانسي وبتكتشفه. اوريدي كان الوالد هو اللي اكتشف الصوت, ولا كمان يمكن هو اكتشف انه صوتك جميل بس لما طلعتي حسيتي انه الناس بتستسيغ في صوتك اكثر وثقتك كانت اكبر بنفسك؟ هي حصلت بالعكس. يعني انا بسمع كنت بين الناس انه صوتي جميل. أوكي. لانه كنت دائما الاهتمام بالمواضيع دي في المدرسه واي كورال لو ما في وبجي بحضر البروفا لو ما بس كده. فكنا بنغني وشنو, لكن ما بغني على اساس اني انا متمكنه, بس بنغني استمتع يعني. فسمحت الحاجه دي لكن انا ما اقتنعت بها طوالي, ما اصلا ذاك انا ما قاعده اقتنع صريح كده. لما سمحتها من بابا يعني, وبابا ورا يعني سمحت منه انه صوتي جميل وان انا بقدر اغني. وبرضه اخذت زمن في ان انا استوعب الحاجه دي تماما, بحيث ان انا اطلع المسرح يعني. انا لما سمحتها اول مره يمكن كانت في 97, لكن فعليا اول مره طلعت المسرح في 2001 بعدها بكم سنه يعني. بلوك مختلف, بنوته حلوه, ما لابسه زي باقي الفنانات طرحه والشكل المعتاد. هو كان ده هناك الكلام ده. انا بديت اول مره اطلع على المسرح كان في هولندا. فاصلا طبعا اكيد لا ما في علاقه. إيه ما يا بالضبط. كان الجمهور نوع شنو؟ سوداني. انا كنت بغني اغنيات مسموعه, وكان هزة اعياد استقلال واعياد وطنيه مناسبات عامه يعني. فاكتشفت سمحته من بدري وسمحته من بابا فيما بعد. لكن اعتقد انه حوجتي للغنى كان من جواك, كانت هناك ما هنا. اظن كده. ليه؟ لانه تخيلي الغربه بتضخم عندك الحاجات, ولانه الحنين لذكرياتك ولبلدك وللذاكره بتاعتك كلها بتبتدي لا بدورك لشنو لا بحمد بلاك. لكن هي دي ذاتها ما جت يعني, جت بالتدريج, جت على مر السنين التغيير. ها؟ بالنضج. بالنضج والحنين برضو في نفس الوقت يعني. انا كنت متخيله ان انا همشي وحكون مبسوطه وكل حاجه حتكون جميله. في حاجات اصلا ما كانت في حساباتي, جيت اصطدمت بها هناك. اللي هي يعني لقيت نفسي انه مفروض افكر في حياه انا اصلا لو كنت في السودان ما محتاجه افكر فيها.
لقيت نفسي بسأل نفسي إنه أوكي المكان ده جميل، المكان ده أنا تعلمت منه كثير، المكان ده أنا لسه ممكن أتعلم منه، لكن أنا ما هنا، أنا منو؟ أنا جابني هنا شنو؟ أنا أساساً أجاب أبوي ده هنا شنو؟ ولين إحنا ذاتنا أساساً مضطرين نخلي بلداننا عشان نجي هنا؟ بأي يعني أوكي فاين، ده ما معناته إنه انكفيت على روحي أو رفضت الآخر، لا، أنا الآخر ذاته بنفتح عليه وبتعلم منه، لكن ده لا يعني إنك أنت ما تفتش حاجاتك، ودي اللحظة اللي أنت بتفتش في حاجاتك عشان تقول للآخر ده أنت منو ذاتك يعني. إحساس بالغربة، الإحساس بالأهل، الإحساس بأي شيء، حتى الأكل ذاته بيبقى مختلف بيبقى مختلف تماماً يعني. فالسنين الأولى كنت مشغولة فيها مع الدراسة، وكنت مشغولة في إن أنا ذاتي أن يعني أندمج في المجتمع وكذا وأتعرف وأتعلم و لحد ما جابني الغنى السودان. الله. يعني أنا بديت هناك وبديت عملت حفلات للسودانيين في أماكن مختلفة في هولندا وفي برا هولندا ذاته، وحصلت انقطاعات وحصلت دراسة تحت الجامعة وحصلت حاجات كثيرة يعني فترة بتاعت 4-5 سنين. نانسي درست شنو أصلاً؟ نانسي درست تاريخ اجتماعي. وهذه أنا ذاتي الدراسة يعني كنت محظوظة فيها شديد جداً. كلامك هسه مطابق جداً مع الدراسة عشان كده سألتك عنها. بالضبط كده، لأنه دعمت دعمت إحساسك. أي بالضبط كده، هي ذاتها بتديك فكرة عن الحياة اللي حوالينك، لأنه هي ذاتها ما تاريخ بس، هي تاريخ وعلوم سياسية وعلم اقتصاد وأنثروبولوجي وتاريخ، والتاريخ ذاته نفسه واقتصاد، فبدوك مبادئ الحياة دي كلها عشان أنت تعرفي إنه الحركة الاجتماعية والتغيير الاجتماعي ده كله، العوامل دي كلها بتتضافر كيف إن أنت يعني التغيير ده يحصل، أو الصيرورة بتاعت المجتمعات دي تتواصل. فاستفدت منها شديد يعني، بعيدا عن إنها هي دراسة أكاديمية. فالمهم انشغلت الفترة الأولى، وبعد كده بقيت مضطر يعني، أو بعد ما اشتغلتها قمت حسيت إنه أنا عايزة أوطب نفسي هنا ده. وده ما معناته إنه أنا كان ما ممكن أشتغل برا، لأنه في سودانيين كتار أو فنانين كتار بيشتغلوا برا وعملوا تعاون مع فرق مختلفة أو موسيقيين مختلفين وبيعملوا في مشاريع مختلفة يعني. بعدين الأوروبيين بيعشقوا الحاجة الغريبة، الإيقاع والفن الموجود عندنا في السودان على فكرة مرغوب برا. بالضبط كده. فكان ممكن برضو تلقي سوقك زي محمد منير لما بيطلع برا، الخواجات أكتر ناس والأوروبيين بيهتموا بفنه. أنا بس حسيت إنه المفردة دي حرام ما تكون مفهومة يعني، ما هي تطلع من الأغنية بالنسبة لي يعني، أو المفردة ده مهمة بالنسبة لي إنها تكون ما مفهومة يعني. فأنا ما عايزة أضطر أعمل لون مختلف يعني، ولا أضطر أغني بإنجليزي أو أضطر أعمل أي حاجة، أنا دار أغني الغنى السوداني ده ذاته. بعدين هو ذاته يعني على حسب ما القصص اللي كنت بسمعها وانا صغيره، انه اساسا انت ذاتك عشان تثبت نفسك للسودانيين دي ذاته في حد ذاته مهمه مستحيله. سلام. عشان ترضيهم بس عديد يعني في قصص طبعا، هو ده في حقيقي، لان الناس استمعوا كثير عندهم تنوع كبير، لكن برضو طبعا القصه لا تخلو من زياده تخويف كده. ايوه يس كده يعني، الحاجة دي شبه مستحيلة يعني. المهم بقيت الفترة الأولى كنت مشغولة مع الدراسة، فبمشي بجي آخر السنة بعمل حفلات وأرجع أجي أمشي أرجع يعني، بجي مرة واحدة في السنة يعني. أنا كنت بلاحظ في إنه في كل سنة وأنا راجعة في الطيارة إحساسي بيكون مختلف يعني. السنة الأولى أنا جيت فيها هنا السودان وأنا راجعة ونازلة من الطيارة في أمستردام، حسيت انه انا رجعت بيتنا اخيرا، رجعت بيتنا. أيوه. المره الثالثه حسيت ان انا الحاجات الظريفه اللي هناك دي انا يس بالضبط كده دايره ارجع لها ثاني، ودايره ارجع لها ثاني، ده بقى بتضخم لحد السنه الاخيره اللي منها خلاص سبت هولندا. كنت حاسه نفسي ان بمجرد ما طلعت من باب الطياره انا دخلت سجن. احنا حندخل معك لسه مكملين وراجعين كمان ليكي بعد فاصل، حنكون لسه مكملين في لقاء خاص مع نانسي عجاج، فاصل ونرجع.
مشاهدينا لسه مكملين معاكم نانسي. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن التدرج بتاع الحنين. الحنين ما جاء فجأة كده بعد الغربة، لا جاء بعد زيارات متتالية سنوية للسودان. فكنا بنتكلم عن إنه أي يعني كنت كان إحساس غريب جدا، يعني آخر السنة الأخيرة ومنها قررت إنه خلاص أنا حامشي من هنا. يعني أنا بعد ما طلعت جيت راجعة من السودان، بمجرد ما نزلت في المطار أنا كنت حاسة إنه ما عايزة أقول لك مكتئبة يعني، لكن كنت حاسة بحزن كده، وحاسة إنه في أنا فقدت حياة، وحاسة إن أنا عايزة أرجع تاني. والإحساس ده بدأ يزن ويكبر. ومرت بمحطات كثيرة، يعني أنا من هولندا ما جيت السودان هنا، قعدت كم سنة في حتة مختلفة لحد ما في النهاية يعني كيف كانت الموازنة؟ يعني القلبة بتاعت إنك كنتي قرفانة من السودان، طلعتي لقيتي عاوزة تبقي عندك هوية مختلفة، عاوزة ناس يتقبلوكي، عاوزة تفاصيل تانية، وتاني رجعتي. يعني حسيت بالرضا بعد ما وصلت للتوازن بتاعك ده؟ أكيد أكيد أي ممكن لو كنت الكلام ده أنا ممكن ما حصل فصلته بالطريقة دي، لكن قد توازن قبل كده في إنه يمكن لو ما كنت طلعت برا السودان ممكن أسئلة كثيرة ما كانت تفجرت في راسي، يعني حاجات كثيرة، حتى طريقة تشوف للحاجات ترتيب الأولويات ذاتها يختلف. يعني لما الإحساس ده هو ما بس حنين وشوق، بس هو ذاته رغبة وفضول، لأنه أنا كانت معلومات عن السودان لحد ما طلعت يعني متواضعة جدا يعني. ففضول، وده اللي ساقني لقراية التاريخ، وده ساقني لأنه أهتم يعني بالحال العام وبالسياسي وبالحاصل، يعني تاريخنا المظلوم اللي ما ظهر للإعلام. بالضبط كده بالضبط كده. فتحول الإحساس الزمان ده بتاع إنه والله كان شفتوني هنا أنا تاني أضحكوا علي، ده يتحول طبعا للنقيض، طبعا اللي هو العصبية الشديدة. العصبية الفكرة مرت بمراهقين كتير، يعني مرت بناس كتير كانوا في غربة ورجعوا تاني، وكانوا في الأول ما متقبلين البلد، قدر ما أنت تقول لدي بلدك وإن جارت عليك عزيزة، يقول لك ده كلام سائل، لكن بيكبروا في النهاية، يعني زي شفناهم هسي قدر شنوهم بيحبوا البلد في الثورات. والله أقول لك كلام يعني على ذكر اللي بنشوفه ناس سعدي، يعني لأنه بسمع حوارات كده ناس جوا وناس برا، سودانيين جوا السودان، بعدين نشوف فيما يتعلق بالمشاعر دي يعني يكاد إنه يكونوا الناس برا حاجات عندهم متضخمة أكثر من الناس اللي هنا، لأنه البعد والحاجات دي كلها. وأنتي جربتيها؟ أنا ما بعرفها كويس. خلينا طيب نتكلم عن عثمان حسين، سيد خليفة، أسماء يعني قدمت كثير واتغنت بها نانسي عجاج في الغربة. الحقيبة تعني لك شنو هذه الأسماء؟ غنيت فعلا أغنيات مختلفة لرواد مختلفين، وكله أنا كل زول فيهم قاعدة ألقى عنده حاجة، قاعدة أتعلم منه حاجة. يعني من سيد خليفة مثلا تعلمت شنو؟ بستعرض التجربة كلها، بشوف إنه قدم شنو، ما قدم شنو، قدم شنو، كيف لحن شنو، لحن وكيف اختار يا نوعين من الأغنيات، ما اختار يا نوع من قدر يعمل يعني قدر ينوع في الشعر بتاعه والألحان في ولياته مرحلة يعني ولياته درجة يعني التطريب، طريقة الأداء، كل واحد بلقى عنده حاجة يعني. كنت بختار أغنيات، أنا عندي طبعاً حب يعني لسيد خليفة بصراحة يعني، لكن اختياري للأغنيات كان كمطربة كمان يعني الحب براه كمان الحاجة اللي بتنفع معك الوقت. لا أنا حرصت إنه أنا أنوع، لأنه يعني كنوز دي. صح. يعني أنا عايزة أجرب حاجات مختلفة وعايزة أقدم حاجات مختلفة، وكلها بتعبر عني بشكل أو بآخر. بعدين ما تنسي المرحلة اللي بتحت ما قبل البدايات دي اللي هي الغربة دي، يعني الأغنيات دي هي الأغنيات اللي كنا بنسمعها، ودي الأغنيات اللي كانت بتثبتنا في الغربة.
ويعني جا عايشة جوانا يعني. فهو ممكن يكون مزاج شخصي قدمت به الأغنية دي يعني، اخترتها لأنه أنا ما كنت بختار زول واحد مثلا أغني له كله أغاني يعني، لكن كنت بختار من كل فنان عيون كده أو كده أعمل لي كوليكشن يعني. زي ما قلت لك اتعلمت منها كثير، كانت مدخلي للغنى وللموسيقى وما في تشكيل شخصيتك الغنائيه كمان تقريبا. اكيد اكيد اكيد. بالاضافه لانه زي ما قلت لك دي اغنيات موجوده وعايشه يعني، حتى اذا قررت اني او مش قررت بقيت ما هاغني الاغنيه دي حتكون قاعده، واذا في لحظه الواحد حيغني ولا كده حيغني يعني براو مع نفسه. وجبت الكحلاوي كمان كلهم انا كثيره تسمع بالمنات بسمع كثير يعني فعشان كده لقيت حياه ظريفه شديد ولسه يعني انا لسه قاعده اشوف نفسي انه يعني كم الاغنيات اللي انا قدمتهم سواء كم خلي الخاص المسموع يعني بسيط جدا. في حاجات كثيره، في تراث كثير لسه ما تهبش، في حاجات عجيبه يعني، بس ان شاء الله ربنا الواحد يديه القدره والعمر يعني انه يقدر لسه يطلع حاجات، يطلع اغنيه جديده يعني. العثور على شعر يغنى صعب، مهمه صعبه، نتكلم طبعا على الوضع الحالي. والله ما بقدر اقول صح، في ناس بتكتب بغض النظر عن تقييمنا للناس اللي بيكتبوا ده او نوعيه الشعر، عشان في مدارس مختلفه في الشعر الجيد، في الشعر العادي، في ناس بتكتب، في ناس رواد بالنسبه لنا اللي ما زالوا بيكتبوا يعني. انا ممكن اقول العثور على الشعر يناسب مي او يناسب الفنان دي الممكن تكون بتاخذ زمن ومجهود، انك انت تلقى المفرد اللي بتعبر عنك او بتعبر عن احساسك في اللحظه دي، خصوصا اذا كنت حتلحن ما عمل بيجيك في شكل عمل كامل يعني جاهز. القلق والحنين والتوتر بالنسبه للفنان شيء ملازم، لكن كونه هو يقدر يلقى برضه لحن مختلف، هل دي مهمه بتبقى صعبه وتتبع لكل الهموم اللي بتخليه في النهاية يعيش موجة من القلق والتوتر زي ما ذكرنا، تنتج له حاجة يرضى عنها في النهاية ويغنيها، ولا كيف؟ صحيح، لكن أنا تخيل لي التوتر الفنان ده هو توتر يعني، هو توتر عنده علاقة بالمحيط بتاعه، عنده علاقة بالإحساس والتقاطه للحاجات اللي هي بالنسبة له مفرحة أو مقلقة. أو أنا ما أدري أعمم بصراحة، لأنه مثلا بالنسبة لي العملية ذات العملية بتاعت اللحن أو العملية بتاعت الغنى دي اللحظات أسعد لحظاتي يعني، ما عملية عندك عفوا ما عملية موترة، لكن التفكير overthinking كده، تفكير مفرط غيره، انت ذاتك المشاهدات بتاعتك واحساسك بالحوالينك ده ذاته تقدر تترجم وغيره. فانا شخصيا لما اكون في استوديو، لما اكون في بروفا نهائي بكون كل نشاط لا بالعكس بكون في اسعد لحظاتي اظن. لكن هاي في الاوقات الثانيه، في الاوقات اللي انا انتهيت من عمل ودايره اقدم العمل اللي بعدي وحقدم كيف حقدم، حختار ياتو حيكون ياتو موضوع، حتكون ياتو الحان يعني تفكير متواصل يعني، انا تعودت عليه لحد ما بقيت ما قاعده افكر ايه هذا العادي بتاعي. كيف محيت الفرق بين الارواح بينك وبين ملحنين اخرين لاغاني ليكي؟ انت لحنتي اغاني خاصه بك وسمحتي كمان انه تفتحي باب اللحن و يعني الاحساس الموسيقي المختلف عنك ودمجتيه مع اغانيكي، كيف قدرتي تمسحي الفارق ده بينك وبين ارواح اخرى يعني؟ والله يا اخي ما اظن وانا بمسح الفارق، اظني انا بكمله اظن يعني، لانه هسه لو لاحظت او لو لاحظتي انه مثلا الاعمال المسموعه اللي انا بقدمها حتى ولو حتى لو كان في الاداء ما في الموسيقى ولا كده بتلقي فيه تغييرات بسيطه ما بتحصل.
أظن التغييرات دي هي إحساسي أنا بالنص أو باللحن أو بالأغنية. يعني ما لازم أن يكون عندي مساهمتي برضو في الأغنية اللي أنا حغنيها دي. أفتكر كده تفتكر لما ألحن أنا بلبي الحوجة دي أول حاجة، حوجتك الشخصية، حوجتي أي أن أنا أعبر عن إحساسي بالنص ده. يعني كيف بتلحن؟ بتلحن بآلة، بتلحن بنوتة، بتلحن بلحن بتدندن بصوتك كله؟ بل عندي أورغان أنا في البيت بلحن يعني، فبساعد نفسي كده يعني، ما عازفة خطيرة ولا أي حاجة لكن بساعد نفسي بقدر ألحن يعني. فتخيل لي لا يعني أنا لما أغني أغنية مسموعة ما انا بحاول ادخل فيها حاجات لكن ما بلقى راحتي تماما كده. الحاجه دي لما الحن بكون لما بتبقي في مقارنه مع فنان اخر سبقك. والله بس لا بترجم احساسي بدون اي قيود يعني. بترجم احساسي يعني هذا النص انا ممكن تلحنيه بطريقه وممكن انا الحنه بطريقه. لما انت تلحني وانا اغني وانا بلتزم بالطريقه اللي انت لحنتي بها، لكن لما الحن انا معناته انا احساسي بالنص ده كله كلحن ولا حتى كاداء كله متكامل كده مع بعض، فبديني فرصه اكثر يعني. نمشي لرحله ما ادري اقول غربه لانه هي كانت ايام بسيطه في تونس الخضراء الجميله اللي بتحب الفن وبتحتفي بالفن وبتحتفي بالوطن العربي كله والافريقي. لبست الثوب الازرق وما ثوب واحد، اثنين يا جماعه. في ناس كثير وصلت رسالتك برغم انها ما كانت رساله مباشره، وغنيتي مرحبتين بلدنا حبابه واحده من اغانيك طبعا من البوم موجه. فكيف كان احساسك مع انه هو سؤال معتاد بس برضو نحن هناك يعني ونحن بنتفرج عليك في الفيديوهات بنكون عاوزين نعرف. نانسي ما معتاده انها تلبس التوب، تلبس مرات بس ليه اختارت انها تلبس توب؟ الرحلة عموما لتونس كانت هي دعوة لمهرجان إذاعات الدول العربية، إذاعات وتلفزيونات الدول العربية، وأنا كان مفروض أمشي مكرمة لتكريم هناك. يعني سعدت إنه الدعوة جات من تونس بالتحديد، وتونس بتعني لبلد بتاع ديمقراطيه، بلد بتاع يعني عندها وضعها. فانا يمكن لو كان في اي حته تانية كان ممكن، خصوصا الوقت اللي انا مشيت فيه وكان ما بعد الاحداث باسابيع كده، فالمود العام ما كان مساعد يعني. لكن انا هنا كوني في تونس نمبر 1، تونس الجميله وهي جميله فعلا، شجعتني زياده. والذائقه التونسيه في الفن والصوت والكلمات والالحان، أنا ما بقدر أقول إني بعرف كثير عن الموسيقى التونسية، لكن بعرفهم كشعب متحضر وشعب كده يعني قطع شوط في المسائل الديمقراطية وفي مسائل الحريات وفي المسائل المدنية. فمشيت هناك و بالنسبة لي كان هي ده منبر، فرصة بتاعت إن أنا ما كان في فرصة أقول حاجة اصلا، ما كان في فرصه اقول شيء. انت قلتي كل حاجه بالتوب على فكره. بالضبط كده، انا ما بلبس كثير توب، حاسه ان انا ما هعرف البسه او مش ما هعرف البسه، انه بالذات لما اكون في المسرح اني ما هعرف اتعامل معه، بيكون عندي احساس زي ده. لكن حسيت انه الزياره دي او الرحله دي هي ما حقتي انا برايي يعني. انا جايه باعتبار ان انا فنانه سودانيه، فحبيت اكمل الصوره دي كلها يعني. غنيت مرحبتين وهي أغنية الراحل، كلمات طبعا كلمات شمس الدين حسن خليفة وألحان حسن خليفة العبراوي وأداء برضو. وزي ما قلت لك ما أنا مشيت للتكريم ما مشيت للغنى، لكن الدورة دي عندها خصوصية بالنسبة للسودانيين باعتبار أنه السودان عضو مؤسس للاتحاد ذاته، وحتى في الدورة دي السودان حايز على 5 جوائز بالمناسبة يعني. فكان في طلب من إني أنا أقدم حاجة، لأنه لو ملاحظة ما معي أي فرقة ما معي أي حاجة، أقدم حاجة سودانية كده تكريما للسودان ذاته يعني.
فبقت سريع جدا يعني. حتى في نفس اليوم المغرب، في نفس يوم المهرجان المغرب، انا لقيت الموسيقار من هنا ده بقول له الف تحيه، الموسيقار سامي بن سعيد مايسترو اوركسترا سيمفوني في تونس. تلاقينا سريع جدا، قريب النص ساعه بس، وقعدنا مع بعض والكلام ده خلاص يعني هنطلع على الهواء بعد شويه يعني. فاتمرن عليها سريع كده وطلعت بشكل هذا. انا حابه احييه ومن هنا ده اذا حيحصل ويشوف اللقاء ده واقول له اتمنى ان نشوفك في السودان. مشاهدينا الاعزاء، حضورنا الكريم، ننتقل الان الى فقره الفن والطرب. ومن السودان، دوله النشاه والتاسيس لاتحاد اذاعات الدول العربيه الذي يحتفل بمرور 50 عاماً على إنشائه، نستقبل الفنانة السودانية المتميزة نانسي عجاج. حباب النيل حباب الغابة.
تطعيمات كده حلوة يعني. إن شاء الله. أتطعم من الفن بتاع المغرب العربي. الثورة مستمرة ومدنية مدنية وأغنية ميلاد. شوف البعض إنه أغاني الثورة بشكل عام أو الأغاني اللي بتمشي في السياق بتاع بعض الحاجات اللي ما بتكون مستمرة ما بتعيش. يعني ممكن أقول إنه هو في سياق تقليل من قيمة الأغاني بتاعت الفترات الغير مستمرة اللي هي أغنية للثورة، أغنية تذكيرية بشيء معين إلى آخره من الأشياء. أنت رأيك شنو في الموضوع ده؟ والله ما أعرف. أغنية الثورة لا تعيش. احتمال باعتبار إنه الفترات بتاعت الفترات دي بيكون في غزارة شديدة not necessarily أو ما بالضرورة أي عمل بيقعد. أنا ممكن أفهم إنه يكون في غزارة وحتى الناس ما بتكون حريصة على التجويد بقدر ما هي حريصة على التعبير في اللحظات ديك يعني. ما أعرف يمكن يكون حقيقي من ناحية، لكن أنا بالنسبة لي زي ما قلت لك السعدي يعني في اللحظة ديك المسألة بتاعت استمرارية وخلود الأغنيات دي هي حاجة كويسة إذا حصلت. إذا يعني أنت إذا عندك أنا إذا عندي عمل وعاش أجيال وأجيال دي حاجة جميلة، لكن تخيل لي في لحظات الثورة دي أظن تخيل الواحد بيكون محتاج يعبر يعني حوجته لأنه يعبر عن مشاعره والحاصل حوالينه في اللحظة دي يعني ترتيب أولويات كده أكبر وأهم من إنه هي الأغنية دي تعيش وتستمر ولا لا يعني. فحتى إذا كان المعلومة دي حقيقية أنا كنت حاطلع الأغنيات دي برضو. خلينا نمشي فاصل ونرجع تاني. مكملين مع نانسي. نانسي قبل الفاصل كنا نتكلم عن بلو فور سودان، التوب اللي وصلت به أحلى رسالة تضامنية مع المليونية بتاعت الشهداء. كمان لو رجعنا ورا شوية في القيادة نانسي كان متواجدة، نانسي الإنسان البسيطة اللي جات ودندنت مع الناس وغنت معاهم. كلمين عن الإحساس ده برضو، قدر شنو هو ساعدك إنك تختزلي حاجات للأيام الجاية، لأيام التغيير الحقيقية. بدون دموع عشان الميك اب. شوفي يعني أنا الفترة بتاعت الاحتصام يعني فترة حتظل مشرقة في ذاكرتي في ذاكرة أي زول في الحتة ديك يعني. طلعت أجمل ما فينا يعني أحد السوداني السودان الجميل فينا يعني. فهي أشبه كانت بالمدينة الفاضلة يعني. أنا كنت دولة كده كانت جوا دولة على فكرة، دولة صحية بتعلم من قيم التكافل من قيم التعاون، ما في أمراض ما في عنصرية ما في أنت من وين ما في أنت ساكن وين ما في أنت يعني طبقتك الاجتماعية شنو ما في أي فوارق، وده نحن المحتاجين له يعني. أنا قلت لهم يعني القيادة والحصل فترة تحت الاحتصام دي كانت أشبه بالمدينة الفاضلة يعني. كان فيها توعية كمان، توعية سياسية يعني. ما الموضوع كان حالة احتفائية أو فوضوية زي ما في ناس طلعت عليها كلام، لا كان في وعي حقيقي، كان في مشروع وعي، كان في نشر وعي، كان في نشر وعي، كان في تربية لناس صغار وجيال صغيرة هي ما كان عندها أي خبرة ولا معرفة بالعمل السياسي ولا إنه حصل انخرطوا في أي حاجة عندها علاقة بالشأن السياسي. في ناس غنوا، في ناس رسموا، في ناس تعاونوا، في ناس دفعوا، في ناس رسلوا، في يعني أي زول كان بيعمل في حاجة وأي زول كان مفيد. حقيقي
أنا ما يعني ما زي الناس اللي كانوا قاعدين هناك وعايش كل اللحظات، لكن قدر المرات اللي أنا مشيت فيها وقدر الفيديوهات اللي شفتها وقدر الحاجات اللي أنا بسمعها وبقرأها، يعني هي دي مش حتدي زاد وحتكون ذاكرة للأيام الجاية. يعني عاوز أفتكر إنه دي الحلم اللي حنكون كلنا شغالين عشان يبقى ما في ساحة الاحتصام بس في السودان كله. يعني صعبة؟ مش ممكن تبقى؟ لو قلت لك رتبي حرية سلام وعدالة الأولى شنو في الفترة الجاية؟ سلام، حرية، عدالة، كل واحدة لازم تجي قبل التانية، ما في واحدة كلهم يجوا متزامنين مع بعض، لازم يجوا مع بعض. يعني فايدة السلام شنو إذا ما في عدالة؟ برضو استلت حقوقك مهضومة وناقصة وضايعة. فايدة والحرية بأشكال المختلفة، حرية التعبير، حرية التفكير، حرية ممارسة حياتك، ممارسة نشاطاتك، الحرية. والحرية بالمناسبة زي ما أنت بتقول إنه في ناس بتقول الحرية هي ما بالضرورة هي، يعني في ناس كتير بتفهم إنه الحرية دي مرادف للفوضى. Do what you want، أفعل ما تشاء. الفوضى والانحلال. أبداً، أنا بشوف إنه الحرية هي مسؤولية، حرية إنك تتفكر بحرية، تقول الحاجة اللي أنت بتفكر فيها، تتصرف على أساس الحاجة اللي أنت بتقولها، وإنك أنت تكون مسؤول فعلاً، تتحمل مسؤولية الحاجة اللي أنت بتعملها دي. فرجوعاً لسؤالك، الفترة بتحت القيادة دي هتكون حلم كده، هنكون كلنا افتكر واي زول كان هناك حيكون ساعيين صابينها لحد ما يتحقق ان شاء الله. ان شاء الله. شايفه انه الاوضاع ماشيه الافضل ولا لسه نحن معلقين كده في مش شايفه في شيء؟ ما يعني ما لسه ما بقدر اقول مطمئنه، لكن الحال أفضل من ما قبل. يعني وانس إنه ما في ضحايا بيقعوا، دي في حد ذاتها كمرحلة أولى كويسة، ويا ريت ما نصل في حقن الدماء. في حقن الدماء نسبة الوعي عند الناس زادت شديد، الوعي السياسي. يعني في نحن قاعدين نمر بتغيير اجتماعي كامل شامل وليس تغيير سياسي بس. نحن يعني في حالة بتاعت صراع مع الذات برضو، نحن برضو عندنا حاجات قديمة ومفروض تتغير، في حاجات جديدة مفروض نعرف نتعامل معها. زي لما تكون في تكنولوجيا جديدة تحاول إنه أنت تأخذ كورس. طيب نانسي عاشقة جدا جدا للآثار، قبل أم بعد العودة للسودان؟ البدايات كانت هناك بقرايات يعني عن التاريخ، عن تاريخ السودان القديم، لكن البدايات الحقيقية هنا ده يعني الحاجة الملموسة من 2015 أو آخر 2015 2016 بدأ اهتمام وشغف حقيقي بالتاريخ، ما لأنه أنا درسته بس، لكن زي ما قلت فيما قبل لأنه أنا شايفة إنه مهم. لأنه لما يكون عندك يعني خلفية كده عن تاريخك بتقدر يكون عندك رؤية ذات إنه مستقبلك حيكون عامل كيف فعلاً. لما تكون عارف تاريخك بتكون عارف جذورك. أنا قاعد أقول لهم والله العظيم إحنا لو عرفنا تاريخنا ده أتخيل السودان ما حيكون فيه أي مشكلة. مش تعني إحنا ضايعين كده عشان ما عارفين جيلتنا. يعني أو أنا بس بطلب من إنه يعني بتمنى إنه أول ما الأحوال تستقر وتجينا الحكومة المدنية أول حاجة الناس تشتغل لنا عليها القصة تحت المناهج والتحديد تاريخ السودان القديم. يعني أنا زي واحد حسي منهج كده مضروب، يعني قصص وحكاية كده سندبادية كده. مش التاريخ القديم ولا لا التاريخ الموجود في المدارس في المناهج. ما عندي، ما هو تاريخ في النهاية يعني. أنا ما عندي معه مشكلة، لكن كمان أنت ما ممكن أمة عظيمة زي دي وما عندها تاريخ من قبل آلاف السنين أنت تختزل تاريخها في فترة معينة، في الفترة في تاريخ الحديث أول مهدية وما بعدها الفترة تحت 200 سنة اللي فاتت دي، وايل في حين إنه الحاجات المهمة كلها هي موجودة في الفترات اللي قبل كده. بالعكس يعني الفترات دي ممكن تعتبر فترات بتاعت انهيار. نعم يعني يعني او ما انهيار دي ما هذه كلمة دقيقة، لأنه كان في بالمقابل تحصيل حاصل ممكن نقول تراجع، خلينا نقول تراجع. فليه يعني الحاجة دي بتملى الزول عزة، بتثبت ذاته في الوطن، بتخليه عنده فكرة يعني ليه ما نعرفها؟
فالناس اللي بيعرفوا تاريخهم ما بيعرفوا لأنهم هم اجتهدوا اجتهادات شخصية، بيعرفوا لأنه الواحد من الإعلام، من التلفزيونات، من المسلسلات، من غيره، من الكتب. طبعا غايب عن الحياة، الإعلام ما فاضي طبعا. تخيلي لو انا الحاجه دي عرفتها وانا صغيره في المدرسه، لما اذا قمت بقيت اعلاميه حاهتم بها، افتكر كده. لكن المناهج بتاع علمه في الصغر، ذكر نقش في الحجر، بتاع الحجر في الحجر، العلم في الصغر وصلت يا اخي في الحجر. فده الاهم، انه الحاجه دي تتزرع في اطفالنا منهم صغار، انه هم ناس عزاز من زمان، وانه عندهم تاريخ، وانه عندهم قيم، وعندهم حضاره، وانه بلدهم دي يعني قصصها موجودة في كتب التاريخ حول العالم، آثارها موجودة في متاحف العالم. رأيك شنو في المتحف القومي بما إنه قلنا متاحف العالم؟ متجرد يعني. بتخش المتحف بتحس. ما دخلته كثير، ودخلته ما أو مرة واحدة، وحسيت بفقر شديد يعني. يعني مفروض الدولة تهتم به أكثر من كذا. ده كنوز. خاصة إنه ده متحف بتاع واحدة من أعظم الدول في العالم والتاريخ، حضارات يعني، حضارات المنطقة دي كان فيها حضارات متتالية يعني. حضارة تدهر وتختفي، تختفي شوية تاني وتظهر بمسمى تاني، حضارات كوش نبتة، تاسيتي ونبتة وكرمة وكذا يعني. فمفروض يكون يعني، إذا كان أمريكا إذا كان أمريكا فيها يعني، دخلت المتحف بتاع السميثسونيان ده في أمريكا، ده عبارة عن مدينة كاملة وأربعة خمسة طوابق لفوق. أمريكا عمرها 500 سنة، يعني ما ممكن نكون إحنا عمرنا الزمن ده كله ويعني متحفنا عامل كده يعني. أوكي كل المجهودات اللي اتعملت أوكي، لكن ما هي كفاية أصلا، ما كفاية يعني، المفروض يكون أحسن من كده. المطار رايك فيه شنو؟ لا أنت بما إنه قبل بدأنا بالسفر. والله يا أخي شوفي، البنى التحتية في البلد دي كلها محتاجة لشغل كثير يعني. نحن هسه بنعاني من الخريف، الخريف يعني دي بديهيات امور، انه يكون في تصريف، التصريف بتاع المياه يعني في الشوارع وفي غيره وفي غيره. خلي المطار ده يعني تصريف بتاع غيره، الشوارع الغير والغير، المدارس، المستشفيات. فالواحد يتمنى انه يعني الواحد ما داري عايل لورا كثير ويقيف ويحزن، بس المضى قد مضى، حنستصحبه معانا لقدام الفائدة إن شاء الله. ونحن كمان مضى الوقت للأسف نانسي، يعني صراحة الرحلة معك يعني جوانب تانية بعيد عن الغنى، برضو أنت بتستمتع وبتستفيد. ما قدامك الكلام ده، ما كسرت لي، ما إنه برضو الجو لسه مسخن، الأوضاع لسه، لكن إن شاء الله نحن نشوفك كمان في فترة مشرقة في البلاد ومنورانا دائما كده يا رب. كلمة أخيرة حابة توجهها لكل الناس اللي بتحبك جدا وبتحترمك جدا على مبادئك وعلى أفكارك اللي أنت قدمتيها، مقارنة بفنانين أخر. أنت فترتك كانت بسيطة في عمريا، ولكن كان فيها تحقيق لحاجات كثيرة. حابة تقولي كلمة؟ حابة أقول لهم إنه أنا بتمنى أول حاجة إنه دائما أكون عند حسن الظن، عند حسن ظنكم يعني. أنا ببقى بيكم يعني. أنا في لحظات كثيرة صعبة، يعني ممكن تكون دي خاتمة وأنا ما حطولها شديد، في لحظات كثيرة صعبة جدا مرت بي، كنت بلقى فيها ناس أنا ما بعرفهم شخصيا، ناس مجهولين بيرسلوا لي مسجز ورسائل بتاع الدعم وبتاع المواساة من أيام وفاة والدي وحتى الآن. الاستقبال اللي بيلاقوني به والاهتمام اللي بيلاقوا به واغنياتي وحفلاتي، الاحترام اللي انا بلاقيه منه، ما عندي حل غير منه. انا احبهم واشيلهم في راسي كده، ما حييت يعني. فاقول لهم ان شاء الله حنغني في وطن معافى لقدام، وانتم دائما خليكم عارفين انكم انتم اللي بتدعموني وبتخلوني انا اواصل واتحمل واواصل في الطريق يعني. بقول لكم أبو طيبين، بقول لكم أبو عشر على البلد، وبقول لكم نحن كلنا محتاجين لبعض، والبلد محتاجة لنا، ومحتاجة لنا شديد. احنا دائما في انتظارك، حنكون نانسي كل جديد بإذن الله نكون معاكي. شكرا جزيلا لكل اللي تابعونا في مساحتنا الليلة من لقاء خاص، كان فعلا خاص جدا ومميز جدا وجميل. إن شاء الله نلقاكم على خير، نلقاكم دائما متفائلين وجميلين زي ضيوفنا اللي بنستضيفهم دائما في
لقاء خاص، إلى لقاء في رعاية الله.